بعد الإعلان على المشروع في عام 2020 من قبل سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتسمية هذا المشروع قمر محمد بن زايد ساتلايت الذي يعد من أفضل الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم في مجال التصوير الفضائي. هذا طبعا اليوم نحن نحتفل بإتمام جميع التصاميم الهندسية للمشروع وبناء النموذج والهيكل الميكانيكي وجميع الأنظمة الكهربائية والإلكترونية لإجراء الاختبارات الأولية عليها والتأكد من سلامة جميع هذه الأنظمة. وإن شاء الله بعد هذا الإعلان راح يستمرون فرق العمل في تطوير القمر الفعلي اللي راح إن شاء الله يرسل للفضاء في العام 2023. عمل كبير من الخبراء والمهندسين في مركز محمد بن راشد الفضاء بالإضافة إلى شركائنا المحليين اللي كان لهم دور كبير في تطوير تقنيات جديدة نستخدمها في هذا القمر. وهناك صبغة إماراتية كبيرة في هذا المشروع، 90% من الأنظمة الميكانيكية تم تطويرها وتصنيعها في دولة الإمارات، أكثر من 50% من الألواح الإلكترونية والكهربائية اللي موجودة في هذا القمر سيتم أيضا تصنيعها في دولة الإمارات. وبالتالي هناك عمل كبير و جهد كبير في هذا المشروع كرسالة وكاستراتيجية لبناء قطاع اقتصادي متكامل في مجال الفضاء.